بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، درس اليوم يا شباب بإذن الله تعالى هو بموضوع أو بعنوان حقوق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نتذكر سريعا من هم الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون الأربعة، هما بالترتيب يا شباب أبو بكر، عمر، عثمان، علي. الخلفاء الراشدين يا شباب، الخلفاء الراشدين هم الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر يا شباب، أن من حكم الإسلام أو دولة الإسلام أو دولة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة. بالترتيب أول الخلفاء هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن ابي طالب. اذا اول الخلفاء شباب ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الاربعه. اليوم سوف نتعرف على حقوق الخلفاء الراشدين وفضائل الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون حقوق كثيرة، منها هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. قلنا شباب أن صحابة رسول الله هم أفضل الأمم، ولكن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة، هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب عليك مسلم؟ حبتهم ومودتهم والتردي عنهم. قلنا شباب التردي عنهم قد يعني أقول رضي الله عن أي أحد من الصحابة أو من الخلفاء، دائما أسمع اسم أي أحد منهم أقول رضي الله عنه وأحبه ودائما أتردد عنه. اتباع سنتهم وهديهم، أخذ من قول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن يا شباب يجب علي أن أتبع سنة النبي والخلفاء، يعني أطبق ما كان يفعله النبي ومن بعده الخلفاء الراشدين. ترتيب الخلفاء حسب الأفضلية أو وفقا للأفضلية، يعني من أفضل الخلفاء؟ طبعا بالترتيب يا شباب أولهم أبو بكر الصديق أفضل الخلفاء، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. هكذا بالترتيب أفضل الخلفاء. الخليفة الأول والذي تولى الأمور أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر الصديق، واسمه يا شباب عبد الله بن ابي قحافه، عبد الله بن ابي قحافه. طيب فضائل الخليفه الاول وهو ابو بكر الصديق. اول من اسلم من الرجال، جميعنا نعرف هذا الكلام من قبل، ان اول من اسلم من الرجال هو ابو بكر الصديق، اول انسان امن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب دائما كان صاحب الرسول في كل مكان ورفيقه في الهجرة، هاجر معاه من مكة مع رسول المكة إلى المدينة، وكان دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الله في القرآن الكريم ونال هذا الشرف، فقد ذكر الله في القرآن كما قلنا، قال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكلمة صاحبي هنا شباب تعود لمن؟ لأبي بكر الصديق. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة الصحبة له، فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبه. إذن شباب أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق، فكان صاحبه وأخيه وكل شيء. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة، خذنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ بنت أبي بكر أو ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي عائشة رضي الله عنها. استغلبه النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصحابة في الصلاة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرض النبي يا شباب لم يستطع أن يصلي بالناس، فأمر أبي بكر الصديق أن يصلي بالناس في مرض النبي. تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة، هو من تولى أمر المسلمين بعد موت الرسول، من حكم المسلمين بعد موت الرسول هو أبو بكر الصديق. أفضل هذه الأمة
بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا شباب افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالترتيب هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. الخليفه الثاني، انتهينا من الخليفه الاول وهو ابو بكر الصديق. الخليفه الثاني ابو حفص عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يلقب بالفاروق، يلقب بالفاروق. ما معنى الفاروق يا شباب؟ الفاروق ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قويا في الحق، لا يخاف من احد ولا يخشى من احد. فعندما اسلم عمر بن الخطاب يا شباب دخل كثير من الناس في الاسلام بسبب اسلام عمر، لانه كان قويا في الحق. فسمي بالفاروق او لقب بالفاروق لان الله سبحانه وتعالى فرق باسلامه بين الحق والباطل، واعز الله باسلامه الدين واظهر الدين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ام المؤمنين حفصه. تعلمنا في الدرس السابق زوجات النبي وقلنا لهم يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصه بنت ابنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اذا تزوج من يا شباب النبي؟ حفصه ابنه عمر بن الخطاب. تولى الخلافه بعد ابي بكر الصديق. بعد موت ابي بكر الصديق من ما تولى امر المسلمين يا شباب هو ابي بكر رضي الله عنه. أثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. بالترتيب يا شباب كما قلنا خير الناس أبو بكر بعد رسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب. نشاط واحد، علامة من ثناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عمر بن الخطاب. الإجابة شباب يدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سجل هذه الاجابه ان شاء الله في النشاط رقم واحد. الخليفه الثالث ابو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه. فضائل عثمان بن عفان، يلقب بذي النورين. لقب الذي كان يطلق على عثمان بن عفان هو ايش يا شباب؟ ذي النورين. يعني ايش ذي النورين؟ السبب لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي تزوج ابنتي أو زوجتي كانتا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج رقية بنت النبي. إذا عثمان بن عفان تزوج رقية بنت النبي، وبعد أن توفاها الله تزوج من؟ أم كلثوم رضي الله عنها. أم كلثوم رضي الله عنها. وهذا لم يحصل لاحد مع اي نبي، يعني اي انسان ما نال هذا الشرف وتزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب هاجر هجرتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هجره الحبشه ثم هاجر الى المدينه. كان غنيا سخيا، فقد جهز جيش العسره المتجه، العسره المتجه نحو تبوك. اذا يا شباب كان غنيا سخيا لدرجه انه جهز جيشا بماله، غنيا وسخيا، يعني كان كريما جدا لدرجه انه جهز جيشا من ماله. تولى الخلافه بعد عمر لتقديم اهل الشوره من الصحابه رضي الله عنهم. اذا يا شباب بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى امر المسلمين عثمان بن عفان، الخليفه الثالث عثمان بن عفان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر 2: من يحفر بئر روما وله الجنة. في بئر الشباب كان في النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أحد من الناس أن يحفر هذا البئر وله الجنة. هذه البئر من حفرها؟ حفرها عثمان رضي الله عنه. على ما يدل ذلك يا شباب على موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنه كان يطيع النبي في كل شيء ويضحي وبكل شيء في سبيل نصرة الإسلام ونصرة الدين. الخليفة الرابع أبو الحسن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هو آخر الخلفاء الراشدين يا شباب، علي ابن أبي طالب. هو أول من آمن من الصبيان. أول صبي يا شباب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو علي ابن أبي طالب. تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة. قلنا يا شباب في مادة التوحيد أن علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
أول من آمن بالرسول من الصبيان، كان صغيرا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. تزوج ابنة الرسول أو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة رضي الله عنها. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب، هو أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تولى الخلافة بعد عثمان. إذن يا شباب آخر الخلفاء هو علي بن أبي طالب، تولى الخلافة بعد موت عثمان بن عفان رضي الله عنه. نشاط ثلاثة يا شباب، إن شاء الله هذا النشاط سنقوم بحله صفحة 36 و 37. الصفة من تنطبق عليه. أول شيء، أول من أسلم من الرجال من تنطبق عليه هذه الصفات؟ أول من أسلم من الصبيان تكتب نفس الشيء، من تنطبق عليه هذه الصفات؟ لازم إن شاء الله سوف أرسل لكم على جروب الفصل أجوبة هذه الأسئلة، وأتمنى أو أريد منكم أن يقوم الطلاب بحل هذا النشاط، وجزاكم